السلام عليكم متابعينا الكرام، متابعتنا الكريمات، مرحبا بكم مجددا في قناتكم هميزات. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في أطم الصحة والعافية. اليوم على سبيل التسلية والتعرف على الجديد جبنا لكم عروض بين ديال تركيا. العروض هذه ديال يوم الجمعة 22 يناير وغتكون استثناء يوم 20 يناير 2021. هذه العروض هذه كما قلنا غتكون إن شاء الله في بيم اللي كاين في تركيا، وجبناهم اليوم على سبيل التسلية وعلى سبيل التعرف على المنتوجات ديالهم والأثمنة ديالهم والمقارنة بين المنتوجات ديال بيم ديال المغرب وديال تركيا، وعلى سبيل أيضا أنه العديد من المنتوجات كيتعرضوا في بيم ديال تركيا وكيجيو بعدها بأسابيع البيم ديال المغرب. اللي أول مرة يشاهدنا في هذه القناة هذه يشتركوا في زر الجرس، فحنا كنجيبوا ديما العروض ديال بيم ديال المغرب والعديد من المحلات في المغرب، وديروا لنا اعجاب بالفيديو الى عجبكم الفيديو، فهذا الشيء كيشجعنا بزاف. ونبداو على بركه الله. كاين اول منتوج معنا اليوم اللي هو هذه الثلاجه من ديجيتسو. هذه الثلاجه هذه راه ما كتاكلش الطاقه، بالنسبه للحجم ديالها تقريبا فيها 55 على 55 في العرض وفي الطول، والارتفاع ديالها راه فيها 143 سنتيم. بالنسبه للمبرد راه كيهز تقريبا 168 لتر، والمجمد ديالها راه فيه 42 لتر، فيها تحكم في الحراره، والاستهلاك ديالها راه كتستهلك غير 90 واط، يعني راه ما كتستهلكش تقريبا الطاقه. بالنسبه للثمن ديال هذه الثلاجه هذه راه دايره تقريبا 1909 درهم، يعني تقريبا 38000 ريال. بالنسبه للمنتوج التالي معنا كاين هذا المجمد القوي من ديجيتسو ايضا. هذا المجمد هذا راه الحجم ديالو 153 لتر، يعني هذا تقريبا على الشكل ديال الثلاجه، وهو مجمد فريكو. بالنسبه للثمن ديالو هذا راه داير عندهم تقريبا 1700 درهم، يعني 34000 ريال. بالنسبه للمنتوج التالي معنا كاين هذا التلفاز هذا اللي فيه 32 بوصه، هذا راه HD ومع الريسبتور ديالو لداخل. بالنسبه للثمن ديالو راه تقريبا داير 1430 درهم، تقريبا 29000 ريال. كاين ايضا معنا هاد العروض الزجاجيه اللي كتعلق فوق البوطه من الشركه ديال كي سمارت. هادي ممكن تستعملوا لها الفلتر ديال الكربون او الفلتر ديال الالومنيوم. بالنسبه للثمن ديالها تقريبا راه دايره 570 درهم، يعني 11400 ريال، وكتبان زوينه بزاف في الديزاين ديالها. بالنسبه للمنتوج الثاني معنا كاين هاد المجموعه ديال الخلاط من ارنيكا. الشفرات ديال هاد الخلاط راه مقاومة للصدى، فيها تيربو. بالنسبة لهاد البواطة ديال لاشوار راه كتهز تقريبا لتر، وهاد الكوب هذا ديال الطحن كما كتشوفو راه يهز تقريبا 700 ملي. بالنسبة للقوة ديال هاد لاشوار هادي أو هاد المجموعة ديال الخلاط راه القوة ديالها 1200 واط، والثمن ديالها تقريبا 225 درهم، يعني 4500 ريال. كاين أيضا معانا هاد المجموعة ديال الألعاب ديال الأطفال، غندوزوهم دغيا دغيا، والأثمنة راه كيبانو لكم في الشاشة. باش ننتقلو لمجموعة أخرى ديال الأواني ديال المطبخ كما كتشوفو معانا. المنتوج التالي معانا كاين هاد المقلاة ديال الكريب كما كتشوفو معانا، هادي راه من الجرانيت، في الديامتر ديالها تقريبا 26 سنتيم، والثمن ديالها تقريبا 700 ريال. كاين ايضا معنا هاد العصاره ديال الحوامض من كيوي اللي الديزاين ديالها زوين بزاف، وهذه راه سهله باش تحل وتغسل وترجع. هذه ممكن تعصروا بها جميع الانواع ديال الحمضيات. بالنسبه للثمن ديالها راه دايرين لها عندهم تما 95 درهم، تقريبا 2000 ريال قل 5 دراهم. بالنسبه للمنتوج التالي معنا كاين هاد الصينيه بريكس مربعة، هادي ديال الفران، الشكل ديالها زوين بزاف، عندها دوك الجنيبات باش تهزوها. تقريبا الثمن ديالها 27 درهم، يعني 540 ريال. كاين ايضا هاد الحوض ديال العجين مغطى، هذا ممكن تعجنوا فيه، هذا ممكن تحطوا فيه العجينه ديالكم باش تدخلوها في الثلاجه وتخليوها باش تخمر. بالنسبه لهادي راه كتهز تقريبا 10 لتر كما كتشوف معنا، والثمن ديالها تقريبا 300 ريال 15 درهم. كاين ايضا هاد الطاوله الارضيه القابله للطي، هذه في الديمونسيون ديالها 60 على 80، هذه راه من الخشب،
هذا السطح الفوقاني ديالها من الخشب والرجيلات ديالها معدنية. وبالنسبة للثمن ديالها راه تقريبا داير 54 درهم، يعني 1100. أيضا معنا هاد البواطات ديال التخزين الزجاجية من باسابحسي تركيا، هاد الشكيلات ديالها مزوينين بزاف وتقريبا راه دايرين غير 4 دراهم فيهم بالغطاء ديالهم. أثمنة عندهم صراحة زوين بزاف وفرق كبير بين المنتوجات اللي كيتعرضوا عندهم والمنتوجات اللي كيتعرضوا عندنا، ولكن الحمد لله على الأقل أنه كاين بهم هنا في المغرب والأثمنة ديالهم راه في المتناول والجودة ديالهم راه زوينة بزاف. كاين هاد المصفات ديال الغربة الدائرية اللي راه دايرة تقريبا 8 دراهم كما كتشوفوا معنا، هذه كنظن أنها من البلاستيك. وكاين ايضا هاد الديكورات وهاد الاواني ديال لي بلونت، هادو راه داير هادي 15 درهم، هادي 11 درهم، وهادي 12 درهم. المنتوج التالي معنا كاين هاد الخزانة متعددة الاغراض اللي الثمن ديالها خرافي، هادي راه فيها جوج بيبان مع طاجيرة وحدة وجوج مجهرة، العلاوة ديالها تقريبا 175 سنتيم، وفي الطول ديالها 60 سنتيم، وفي العرض ديالها 61.6 سنتيم. هذه راه من الخشب وراه عملية بزاف، هذه راه كانوا جابوا بها فيلم ديال المغرب ولكن ماشي بهذا الحجم هذا، والثمن ضروري انه غيكون مختلف. هاد الخزنه هذه راه تقريبا داير الثمن ديالها 273 درهم، يعني 5500 ريال كما شفتوا معنا. كاين ايضا معنا هاد لامبادير كما كتشوفوا معنا مدينيه، هادي راه دايرين لها 237 درهم، تقريبا 4700 ريال. كاين ايضا معنا هاد المكتب ديال الدراسة معاه تقريبا شبه مكتبة، هذا في الارتفاع ديال المكتبة ديالو تقريبا 120 وهو في الطول ديالو 120، والارتفاع ديال المكتب تقريبا راه 74 سنتيم، هذا متكون من المعدن الكرجيلات ديالو، والفوقاني ديالو راه من الخشب. بالنسبه للثمن ديالو راه دايرين له هما تقريبا 4700 ريال، تقريبا 237 درهم. كاين ايضا معنا هذا السخان العمودي، هذا تقريبا الاستهلاك ديالو من 900 واط حتى ل 1800 واط، حيت فيه جوج درجات ديال التسخين. عموما هاد السخانات الكهربائيه راه كيستهلكوا الكهرباء بزاف، خاصه ان الانسان كان يستخدمهم واحد المده طويله. بالنسبه للثمن ديالهم راه تقريبا نفس الثمن ديال هاد المنتوجات اللي سبقوا اللي هو 4700 ريال، هو بالضبط 4740 ريال. كاين ايضا معنا هاد المعقم من هيفر، هذا كاتبين عليه هذا التعقيم الناتج على الماء المتاح للكهربائيا، هذا كنظن انه كيدار فيه الملحه والماء، ما عرفتش الطريقه باش كيخدم، ولكن دايرين انه 100% مطهر طبيعي، تقريبا كيهز 300 ملي. هذا كنظن انه كيدير بحال الشكل ديال المعقمات اللي كناخذو من المحلات. بالنسبه للثمن ديالو حتى هو راه داير تقريبا 4700 ريال. كاين ايضا هذا الصندوق ديال التعقيم، هذا اول مره نشوفوه، هذا ممكن تعقموا فيه اي حاجه سواء الهواتف او المفاتيح او الفلوس او الاقنعه السماعات الاذن، اي حاجه ممكن تخطر لكم على البال راه كتحطوها فيه لداخل وكتسدو عليه، ما عرفتش الطريقه ديال الاستعمال ما ذكريناش. بالنسبه للثمن ديالو هذا راه تقريبا داير 166 درهم، يعني 3300 ريال تقريبا. كاين ايضا معنا واحد المجموعه ديال الملابس، كاين هاد التيشيرت هذا ديال الرجال داير تقريبا 700 ريال، جايب بجوج شكيلات او بجوج الوان. كاين ايضا معنا التقشيرات الحراريين ديال الرجال، هادو راه دايرين تقريبا 520 ريال. كاين ايضا هاد البيجامات ديال الرجال تقريبا دايرين 900 ريال، هادو عموما شي كامل راه فيه لي طاي. كاين هاد البيجاما النسائيه حتى هي راه فيها لي طاي، فيها الاس والام والال والاكس ال، دايره تقريبا 900 ريال، فيها جوج شكيلات. هادو كاين ايضا هاد السراويل هادو ديال النساء راه دايرين تقريبا 700 ريال.
كاين ايضا هذه الاحذيه الطويله للنساء انا دايرين تقريبا 57 درهم انا 1140 وكاين هذه البيجامات ديال الدراري والدريات راه دايرين تقريبا 40 درهم كاين ايضا هاد الكاسكيطات هادو هادو اللي للنساء والرجال راه دايرين تقريبا 24 درهم هاد الاحذيه هادو دايرين 33 درهم هاد القبعات هادو دايرين 15 درهم هادو ديال الاطفال هادو ديال الرجال دايرين تقريبا 11 درهم في مشكلات متعدده هادو ديال النساء دايرين 18 درهم تقريبا 360 كاين هاد لي بونطوفل كما كتشوفوا معنا هاد الشكيلات هادو ديال النساء دايرين 24 درهم وايضا هادو ديال النساء دايرين 21 درهم وكاين ايضا معنا هاد العلاقات دايرين 4 درهم وايضا هاد الغطاء ديال الطاوله راه فيه 140 على 180 سنتيم داير 12 درهم كاين ايضا هاد المحفظه على شكل سلحفات يعني ممكن تخبعوا فيها الفلوس ديالكم وكاين ايضا هاد التوب هذا اللي تحطوه فوق الطاوله ديال الكوي ديال الملابس كاين ايضا معنا هاد الغطاء ديال السرير المخملي هذا راه فيه في الديمونسيون ديالو 230 على 250 سنتيم راه كبير ومعاه جوج سعيد كما كتشوفوا معنا في الصوره بالنسبه للثمن ديال هذا راه 165 درهم ثمن مناسب يعني 3300 ريال كاين ايضا معنا هاد الكوفرلي هذا اللي الداخل ديالو من الصوف كما كتشوفوا معنا في الصوره والتوب ديالو راه 100% من القطن هذا راه زوين بزاف وراه داير تقريبا 225 درهم يعني 4500 ريال كاين ايضا معنا هاد الوساده الصوفيه اللي الداخل ديالها من الصوف حتى هي كنظن ان التوب ديالها من القطن هذا فيها 50 على 70 سنتيم والثمن ديالها تقريبا 94 او 95 درهم يعني 2000 قل 5 دراهم كاين ايضا معنا هاد الحقائب ديال الصفا اللي فيهم ثلاثه ديال الاحجام كاين هاد الكبيره راه دايره 130 درهم المتوسطه دايره 107 درهم والصغيره دايره 100 درهم تقريبا هادو راه كانوا دازو في بيم ديال المغرب اللي متبع معنا كاين ايضا هاد المجموعه ديال جوج اكياس ديال الوسائد هادو راه فيهم الشكيلات بزاف كما كتشوفوا معنا في الصوره وراه زوينين بزاف الثمن ديالهم تقريبا 240 ريال 12 درهم كاين هاد الوساده محشوه بالياف السيليكون راه دايره تقريبا 16 درهم كاين ايضا هاد الاغطيه ديال السرير هادو راه فيهم جوج ديال الاحجام كاين ديال ميت على جوج ميت ديال 24 درهم وكاين ديال 160 على جوج ميت راه داير 29 درهم تقريبا 500 ريال و 600 ريال كاين ايضا هاد المجموعه ديال جوج وسادات هادو راه دايرين لهم 22 درهم تقريبا 11 درهم الوحده كاين ايضا هاد المفرش ديال السرير ديال شخص واحد راه داير 32 درهم ديال جوج اشخاص راه داير 44 درهم كاين ايضا معنا هاد جوج ديال الزرابي ديال الصالون كاين فيهم الصغيره والكبيره الصغيره راه فيها 80 على 160 دايره تقريبا 700 ريال الكبيره راه فيها 120 على 180 راه دايره تقريبا 71 درهم كاين ايضا هاد الغطاء ديال الكنبه راه داير 50 درهم كاين ايضا هاد البينوار ديال الحمام كاين ديال الرجال وكاين ديال النساء هذا راه 100% من القطن وداير تقريبا 71 درهم يعني 1400 كاين ايضا هاد الطقم ديال جوج زربيات صغيرين راه داير تقريبا 54 درهم وكاين هاد السجاده اللي تقريبا على الشكل ديال الهضره راه دايره هادي 120 درهم كاين ايضا هاد المجموعه ديال المناديل المطرزه ثلاثه كل بواطه فيها ثلاثه راه دايره تقريبا 18 درهم وكاين هاد المناشف ديال الجوج جاكار 100% من القطن راه دايرين 12 درهم كاين ايضا هاد المناشف ديال الحمام حتى هما 100% من القطن راه دايرين 24 درهم وكاين هاد المناشف ديال القدم ديال الحمام ايضا راه دايرين 8 درهم
وكاين ايضا هاد المناشف ديال الكوزينه راه جوج دايرين تقريبا، راه جوج دايرين تقريبا 11 درهم. واخر منتوج معنا هو هاد الاكسسوارات ديال الحمام راه دايرين تقريبا 3.5 درهم كما كتشوفوا معنا في الصوره، راه فيهم عده اكسسوارات. الى هنا متابعينا الكرام نكون قد انهينا عرض اليوم، نتمنى يكون عجبكم هاد العروض اللي كانوا ديال بيم ديال تركيا، اللي غيكون ان شاء الله يوم الاربعاء القادم 20 يناير 2021. هاد العروض هادو كما قلنا جبناهم على سبيل التعرف على المنتوجات اللي كيكونوا في بيم ديال تركيا، وعلى سبيل ايضا المقارنه بين المنتوجات ديالنا والمنتوجات ديالهم. وايضا كما قلنا راه العديد من المنتوجات كيكونوا في المتاجر ديال بيم تركيا، وراه كيجيبهم من بعد بيم المغرب. اللي اول مره يزورنا على القناه يشتركوا ويفعل زر الجرس، فهاي القديمه ان شاء الله العروض ديما الجديد، وديروا لنا اعجاب بالفيديو فهذا الشيء كيشجعنا بزاف. نتلاقاو في فرصه اخرى ان شاء الله، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.